اصبح الحياه شبه مستحيله الان. كلكم جايين من بيوت من انتات، شايفين انه الان الناس لا قادرين يجروا اولادهم ولا يعني العلاج اصبح شبه يعني مساله مستحيله. معاش الناس مساله بقى حقيقه يعني صعبه جدا بكل ما تحمل هذه الكلمه من المعاني، وده لا يمكن الوضع ده يستمر. الوضع ده نفسه سوف يفجر يعني كثير من الاشياء بالمناسبه، طالما الناس لا يستطيعون ان يعيشون بادنى يعني حد الادنى من اشياء فيها الكرامه. يعني اذا استمرت الاوضاع بهذا الشكل هيحصل انفجار، بالتالي وسبب الانسداد السياسي الموجود في الملف السياسي، وبالتالي لا بد من التحرك حتى نعالج هذه المشكله المتعلقة بمعاش الناس وحياتهم في كافة الجوانب. الأمر الآخر والأخطر أيضا الملف الأمني، يعني أخواننا لأول مرة أظن في تاريخ السودان تحصل